سوف تتمكنون أيها التلاميذ الأعزاء من كتابة project secret أو ما يسمى التعبير الكتابي بشكل جيد إن شاء الله في يوم الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال قناتكم شو كومينيك تي في والخدمة المتميزة سوبسيك باك 1 لتحضير الامتحان الجهوي. إذا هذا الفيديوهات مقترحة من طرف سوبسيك باك 1 لتحضير الامتحان الجهوي وخصوصا لابخوتي سيكريت. إذا سوف آخذ هذا المثال هذا ديال هذا الموضوع. Certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie des amis. هذا هي المقدمة ديال الموضوع. Certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire aiment avoir de la compagnie des amis. Et dans le chapitre dernier du module, nous allons parler et vous, que préférez-vous? Et dans là, nous allons vous donner un plan simple, d'accord? Le mieux. Et si vous aimez même l'aide du module, et vous, que préférez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre avis ou votre opinion à l'aide d'arguments précis. Et dans le module, nous allons vous donner البروت سكريت واحد تيكس ارغومونطاتيف وتعبروا عليه على الراي ديالكم مع حجج مقنعه. اذا الاسلوب اللي خاصكم تتبعوه هو بلان سامبل اللي تعبر على الراي ديالكم مدعوم بحجج مقنعه. إذن اليكم الموضوع وكيفيه كتابه الموضوع. إذن كيف ما تعرفوا بأن البروجكت سكريت مهم جدا في الامتحان الجهوي بشكل كبير. إذن خاصكم تركزوا عليه بزاف كيفية كتابة البروجكت سكريت في الامتحان الجهوي. نقترح بالنسبة للتلاميذ اللي ضعاف شوية في الفرنسي للأسف وكذلك المستوى المتوسط بلان سامبل ياخذوا هذا بلان سامبل. بلان سامبل يعتمد على الانترودكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. C'est un texte argumentatif, ولكن هو سهل منه. تيعتمد على الرأي ديالك الشخصي مع الحجج والأدلة والأمثلة إلى آخره. إذن في الانترودكسيون حديت العديد من التلاميذ تيسولوني كيفاش يمكن لينا نبداو لا ريداكسيون، كيفاش يمكن لينا نبداو الكتابة ديال الانترودكسيون، ما عارفش كيفاش نبدا الكتابة ديال الانترودكسيون، ما عارفش كيفاش نبدا. كان عندي افكار وعندي كل شيء ولكن كنت بلوكا في اليوم ديال الامتحان، عارف كيفاش نبدا. إذن حل بسيط جدا، انك تقرا الموضوع تعرف علاش تتكلم ومن بعد تقدم الموضوع ومن بعد تحاول تقدم الاشكاليه اللي كاينه فيه بطريقتك الخاصه، معناها تعاود تكسب الاشكاليه اللي كانت في السوجي تعاود تكتبها بطريقتك الخاصة، وكذلك انونسي لو بلان او ما يسمى امني لو سوجي و انونسي لو سوجي. ملك تبدا تقسم السوجي ديالك الى قسمين او ثلاث اقسام وتبدا تكتب، هذا هو ليك. اذا يمكن لك دير غير دوز ايتاب، انك تعاود تكتب لا بروبليماتيك من جديد، وكذلك لانسي لو بلان على شكل سؤال هي القنطرة الى الديفلوبمون. نعطيكم مثال بروديكت سكريت ريديجي ان تيكست ارغومونطاتيف ان بلان سامبل زعما دوني سون اوبينيون انتروديكسيون. هنا كاين غير دو ايتاب سالين، ما تبلوكيش راسك. اول حاجة هي بريزونطاسيون، يمكن لك دير بريزونطاسيون بروبليماتيك ديريكتومون. Certaines personnes aiment rester seules, d'autres par contre aiment avoir de la compagnie. C'est mon sujet. Je prends le sujet de l'article. Parmi ces deux points de vue, lequel je pourrais choisir? Donc, les deux points de vue, je ne vois les signes de l'accent. Je ne vois les signes de l'accent. Donc, l'introduction, bien sûr, ça s'annonce avec le plan, mais ce plan simple. البلان سامبل بالضبط يبان في الديفلوبمون، بالخصوص الديفلوبمون.
هذيك لي زارغيمون والحجج الحجاج الدامغة وهذاك الشيء ديال الأمثلة وكل شيء تيبان في الديفلوبمون. معنى الديفلوبمون هو القلب النابض ديال البرودوي سيكريت. إذا خاصك تميتريزي الديفلوبمون وكذلك الانتروديكسيون تميتريزهم جوج باش تحصل على نقطة إيجابية. حقيقة هادوك لي تروا زيتاب معناها الانتروديكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون كلهم مهمين، ولكن كيفاش يمكن لك تكسبهم؟ كيفاش يمكن لك تكسب كل مرحلة على حدة؟ انت خلي تعرف كيفاش تكسب الانتروديكسيون، تعرف كيفاش تكسب ديفلوبمون، كيفاش تعرف تكسب لا كونكلوزيون. تروا زيتاب تمشي لهم ايتاب بريتاب. اذا تنصحك انك لما كنتيش قادر بالاركتيكسيون نصحك غير دوزي طاب في الانتروديكسيون، تعاود تكسب السوجي بطريقتك الخاصه وتكسب هذه البزرق بارمي سي دو بوين دو فيو لوكيل جو بو شواسي. صافي تهني راسك. انا تنصح بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم ضعف في الفرنسيه وكذلك المستوى المتوسط يكسبوا غير هاد الجوج فقط. اما الناس اللي متمكنين في اللغه الفرنسيه عندهم بلان بوحدهم. فهمتي؟ إذا تبدا مع التلميذ اللي بساط شويه في اللغه الفرنسيه واللي ضعف شويه في اللغه الفرنسيه للاسف يمكن لهم يستعينوا بهذا البلان سامبل. اجي دابا ندخلوا للديفلوبمون. بالنسبه للديفلوبمون مهم جدا انكم تركزوا فيه لانه هو القلب النابض ديال البروديسيون كريت. اذا الله يخليكم خاصك لي فور يكون عندكم في الديفلوبمون يتحولوا على شكل فقرات، كل فقره عندها فكره معينه وتبداو كيف ما بينت لكم في الشاشه. اذا بالنسبه للديفلوبمون عندنا مثلا بيرسونيلمون جو بريفير اتر اونتوري دامي. هذا هو الراي ديالك. بيرسونيلمون جو بريفير اتر اونتوري دامي. اذا جواب صريح من بعد تعطي الرأي ديالك. الحجج مثلا تركز على دابا في البداية داكوغ دابا معنا اولا ضروري ما تستعمل دابا هذا في الاول باش المصحح يعرف بانك تنظم الافكار ديالك. اذا غايدير المصحح انه يشوف بانك تنظم الافكار ديالك. مهم ما تكتب شي حاجه بسيطه احسن من والو تكون شي حاجه معربزه. لا personnellement je préfère être entouré d'amis. D'abord, ces derniers me donnent la chaleur et le réconfort le jour où j'affronte un problème. Un exemple, ils viennent à mon secours et ils me soutiennent. Ça fait. Je vais vous faire une phrase. Ça demande un argument ou explication avec un exemple. Personnellement. Je préfère être entouré d'amis. D'où le job s'arrête, c'est le sujet. D'abord, ces derniers me donnent la chaleur et le réconfort. D'où l'argument. Le jour, l'exemple. Par exemple, le jour où j'affronte un problème, ils viennent à mon secours et ils me soutiennent. Et dans l'exemple, il s'arrête l'argument de l'arctilia. C'est le fait que c'est un aligné. Il y a 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 un cadre. Puis un ami est un confident. Il garde mes secrets, me console. Si je suis triste, me donne des conseils et m'encourage pour être toujours au premier rang à l'école. Et donc, ça, qu'est-ce que je fais? Le sadiq ou le sadiq ou le wafi. Il garde mes secrets. Alors, première chose, il garde mes secrets. Deuxième chose, mon console, si je suis triste. Troisième chose, mon donne des conseils. Quatrième chose, mon courage pour être toujours premier rang. Et tu cites des arguments. Et d'un ado, les arguments. Un ami est un confident, allez, il garde parce que, il garde mes, parce qu'il garde mes secrets, mon console, parce que lorsque je suis seul ou lorsque je suis triste, il me donne des conseils et mon courage pour être toujours premier rang à l'école. Voilà. Et d'un autre, pour être celle-là, d'aimer puis ensuite. La solitude, par contre, entraîne l'isolement. Elle engendre la folie, la dépression. On ne trouve pas une personne à qui se confier en cas de tristesse ou sur laquelle on peut compter en cas de maladie ou alors avec qui l'on peut partager un moment de bonheur.
هذه مزيانة تركزوا على الفقرة الأولى دابور، الفقرة الثانية بوي، الفقرة الثالثة أنسويت. نمشيو دابا لا كونكليزيون. لا كونكليزيون معناها هي الخاتمة اللي تختم بها البرودوي سيكري ديالك. إذا ما تخافش وما تدهش، إذا عندك دابا لي زوتي باش يمكن لك تكتب البرودوي سيكري هذاك الشيء اللي بالك، ولكن دائما تبع معنا باش تحصل على نتيجة إيجابية. ننتقلوا دابا للكونكليزيون أو الخاتمة. إذن غادي ننتقلوا لا كونكليزيون، هي الحصيله ديك الشيء اللي كامل طرقتوا ليه في الانترودكسيون في الديفلوبمون. سي تان اري سي تان بيلون كي ريزوم تو سو كون ا ايكري او ديفلوبمون اي ا الانترودكسيون. لا كونكليزيون تنصحكم ديروا بحال الشكل هذا. انفان بور كونكلور، واخيرا في الختام، جو ريكوموند ا توت بيرسون بحال اللي تعبر على الراي ديالك بواحد النصيحه الآخرين. Enfin, je recommande à toute personne d'être sociable pour éviter de tomber dans le vide. Et d'en dire à l'échelle nasiha, c'est pas l'Akharin, mais c'est idolique raïdiak. Enfin, pour conclure, je recommande à toute personne d'être sociable pour éviter de tomber dans le vide ou le chaos des idées noires. La situation des personnes à Témisel, la situation des personnes âgées une fois délaissées par les leurs est un exemple conséquent. Le bed, khtem bed souel. العكس ديال اللي طرقت ليه. اون بو بوزي سيت كيسيون ليزولمون، ايزولمون يعني الانسان يتفرد من نفسه، و اتر سول ناتيل با دافونتاج، واش ما كاينش عنده شي ايجابيات ولكن غير السلبيات فقط، باش تفتح الموضوع على مجال اخر. اذا هذا هما النصائح اللي خصك تحاول تميتريزي. اعيد الفيديوهات عده مرات ان شاء الله وميتريزي البودي سكريت اللي كنتي قادر دير بلان سامبل بدا به، ما قادرش دير بلان سامبل وقادر دير اكثر، غادي نعطيك بيان سور لي سوجي ونعطيك بالضبط لي بلان يمكن لك تستوعبهم بشكل جيد. ممكن غير بلان كومبوزي، كاين بلان كومبوزي، كاين بلان ريت، كاين بلان كومبوزي و تيماتيك، وكاين بلان كونسيسيف الى اخره. هادو كلهم غادي نحاولوا نطرقوا لهم، ولكن في البدايه هي بلان سامبل اللي تبان ليا سامبل ومتواضع بالنسبه للتلاميذ اللي ما عندهمش امكانيه باش يكتبوا بروت سيكريت ضعاف للاسف، المستوى ديالهم ضعيف باللغه في اللغه الفرنسيه وكذلك المستوى المتوسط كذلك. اذا كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشه المتميزه جو كوميونيك تي في، القاكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، دائما في اطار تحضير الامتحان الجهوي الخاص بكم اولى بكالوريا خاص باللا برودي سيكريت. ان شاء الله غادي تكونوا من الفائزين وتكونوا من الحاصلين على نقطه ايجابيه في ماده الفرنسيه في الامتحان الجهوي. الى اللقاء.